للمزيد من المعلومات بينضم لينا هاتفيا الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الاثار بالمتحف المصري الكبير. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذ امل. صباح الخير يا استاذ باسل. صباح النور على حضرتك، منورنا في هذا الصباح دكتور عيسى. ربنا يخليك يا فندم. دكتور، يعني حدثني عن هذا الخبر تحديدا، لان احنا دلوقتي بنتكلم عن ان العالم كله دلوقتي ينظر لمصر واثار مصر، ومعدل السياحه كمان زاد في السنوات الاخيره بعد كمان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم شخصيا شفنا موكب المومياوات، شفنا التقديم للحضاره واحترام الحضاره المصريه. حدثني عن هذا الامر لو سمحت. وطبعا بالنسبه لاختيار ناشونال جيوغرافيك المتحف المصري الكبير كافضل جهه سياحيه على مستوى العالم، هو ده الخبر، وهذا الاختيار ليس من فراغ. احنا بالفعل عندنا واحد من افضل المتاحف العالميه الذي يضم حضاره مصريه واحده هي الحضاره القديمه. صحيح. افضل الحضارات على مستوى العالم. صحيح. هذا الاختيار ليس من فراغ، وان شاء الله مصر ستبهر العالم وتقدم افضل هديه للعالم كله، هو المتحف المصري الكبير اللي هو يقع على مساحه 117 فدان، يعني مساحه 490 ألف متر مربع، بيقع على قرب من منطقة الأهرامات 2 كيلو، يعني فعلا زي ما بيقولوا المصريين في العصر الحديث بنوا الهرم الرابع عشان يضم أفضل كنوز الحضارة المصرية القديمة، ومن أهمها كنوز الفرعون الذهبي الملك الشاب توت عنخ آمون. تمام. الحمد لله آثار الملك توت عنخ آمون تم نقلها كاملة بنسبة 99% موجودة داخل قاعتين من افضل قاعات في العرض على مستوى العالم، مساحه 7000 متر، هيتم عرض مجموعه الخاصه بالملك توت لاول مره كامله تحت سقف واحد. نعم. المتحف المصري الكبير يا فندم هيكون البيت المثالي في احتواء كنوز الملك توت عنخ امون، في العرض، في كل التجهيزات الحديثه اللي هو بيكون للملك توت عنخ امون وبيت توت عنخ امون اللي هو بيت عنخ آمون الجديد. طب يمكن يا دكتور عيسى الفكرة مش في قيمة المقتنيات فقط، طبعا بنتحدث عن قيمة مقتنيات كبيرة جدا لكل كنوزنا الغالية من الآثار المصرية القديمة، ولكن طريقة العرض أيضا بتزيد من الإبهار الموجود في هذا المتحف وتفرده وسط المتاحف المختلفة حول العالم في استخدام التكنولوجيا في طرق العرض للموجود. الزيارات التجريبية بدأت بالفعل، ويهمنا جدا أن احنا نعرف من حضرتك رأي وردود الأفعال من الزائرين اللي راحوا في التجارب الزيارات المبدئية وزاروا هذا المتحف، وأرائهم اللي وصلت لحضرتك إيه؟ هو طبعا بالنسبه لكل اللي عاوز بس اوضح خلال البرنامج المحترم الفرق فضل. بين التشغيل التجريبي للمتحف وتشغيل الخدمات للمتحف. نعم. اللي تم بالفعل هو تشغيل خدمات المتحف المصري الكبير اللي بتشمل المطاعم، الكافيهات، البازارات وما شابه ذلك، وليس يعني اماكن العرض. وليس اماكن العرض في الحقيقه. تمام. هيتم افتتاح المتحف المصري الكبير كله افتتاح كلي، وده طبعا هيتوقف على رؤيه القياده السياسيه والاجواء الملائمه، ويتم ان شاء الله الاعلان عن الموعد من قبل القياده السياسيه ان شاء الله. ولكن طبعا من خلال بعض الايفنتات اللي هي تمت طبعا في المنطقه التجاريه بيتم انبهار الناس بالمتحف وبالمبنى، حضرتك لن تتخيل قمه الانبهار سواء من الضيوف العالميين، من رؤساء الجمهوريات، من كل المدونين العالميين اللي هم بيشوفوا المتحف وبينبهروا، لان نعم. حضرتك احنا عندنا حتى التصميم المعماري بتاعه يعني تم مراعاه فيه بشكل كبير جدا، وان هو مصدر جديد للابهار ايضا بيضاف الى قيمه المعروضات. بالظبط. غير قيمه المعروضات، احنا طبعا لو اتكلمنا عن المعروضات طبعا دي حاجه ثانيه خالص. احنا عندك حضرتك المتحف بيتفرد باشياء مش موجوده في اي متحف في العالم، عندك حضرتك المسله المعلقه، ودي اول مسله معلقه دي اللي بتزين الواجهه على مستوى العالم، مفيش متحف فيه مسله معلقه خالص، ولا في اماكن العالم طبعا حضرتك عارف في مسلات هنا كتير بره، مفيش مسلم علاقه خالص موجوده حي. دي اول حاجه خاصه بالملك رمسيس الثاني، مصممها تصميم مصري المهندس اللي هو عاطف مفتاح، وعندك حضرتك البهو العظيم، عندك الدرج العظيم، عندك قاعات العرض الرئيسيه غير قاعات توت، عندك متحف متنوع، متحف نوعي فقط لمراكب الملك خوف والمركب الاولى والمركب الثانيه، فطبعا المتحف عامل حاله انبهار للعالم كله من خلال بعض الصور اللي بتنتشر على السوشيال ميديا وعلى المواقع العالميه. فمن خلال حضرتك بقى هو بالفعل احنا في اكيد ليكم دور كبير. طبعا يعني احنا طبعا الحمد لله من خلال برضو السوشيال ميديا ومن خلال صفحه وزاره السياحه والاثار، نعم، من خلال برضو
الصحفيين المحترمين والبرامج المحترمه على حضراتكم. احنا بيتم التسويق للمتحف في لجنه عليا برئاسه رئيس مجلس الوزراء بتعمل عمليه تسويق وبتجهز الحفله اللي هي هتبقى العالم. ولكن بطمن حضرتك هو المتحف لوحده حاله فريده في العالم، مجرد اي ذكر لاسم المتحف المصري الكبير فده في حد ذاته بيعمل رواج سياحي كبير جدا جدا جدا. وطبعا قرب منطقه الاهرامات، والدوله طبعا عندها وعي شديد جدا جدا طبعا بالمتحف، وزي ما حضرتك قلت في المقدمه اهتمام فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتحف وبالاثار، ده حاجه لم تكن مسبوقه من قبل. يعني احنا شفنا متاحف، ثلاث متاحف مفتتحه في يوم، صحيح مش على مستوى العالم كله. اهتمامه بالمتحف اسبوعيا وحرصه على تقديم تقرير بكل الانجازات وما وصل اليه المتحف ده، فده بيدينا دفعه كبيره جدا ان احنا بنوصل العمل بالليل والنهار عشان نقدر نحقق اللي العالم كله اللي هو بيتمناه، اللي هي افضل هديه هو المتحف المصري الكبير. نعم. يجي بقى عن الاماكن المحيطه يا فندم اللي هي بتتطور بشكل سريع جدا جدا بحيث ان هي تتلائم مع طبيعه المتحف وتستوعب عدد كبير جدا من الزائرين ان شاء الله عند افتتاح المتحف. ان شاء الله. طيب دكتور عيسى، سريعا كده نستوضح من حضرتك طريقه رص المعروضات او القاعات، يعني ما بيدخل الزائر الى المتحف هيبدا بيمشي بشكل تدرجي تاريخيا، يعني الاقدم فالاحدث فالاحدث، ولا طرق اختيار القاعات ورص القاعات عامله ازاي؟ هو حضرتك بس يعني حضرتك اعتبر حضرتك يعني زائر او باخدك في جوله داخل المتحف المصري الكبيره سريعا كده. تمام. اول حاجه بتشوف المسله المعلقه اللي هي امام الواجهه، بعد كده بتخش على البهو العظيم اللي هو فيه تمثال الملك رمسيس وعمود بناء الملك كريم بتاعه، تمثال لملك وملكه من العصر الروماني. اول حاجه بتلاقيها على الدرج العظيم اللي هو بيعرض افضل قطع اثريه على مستوى العالم من الحضاره المصريه القديمه، وزي ما حضرتك قلت القطع مش مرصوصه بطريقه عشوائيه ولكن طبقا لقصه وسيناريو عرض على اعلى مستوى. بتبدا بتتكلم مثلا الدرج العظيم بيتكلم عن الملكيه، بيتكلم بعد كده في الموضوع الثاني اماكن العباده، بيتكلم بعد كده عن الملك وعلاقته بالالهه، بيتكلم بعد كده عن الحياه الاخرى، يعني حضرتك ماشي سيناريو فيلم كده متدرج. القاعات الرئيسيه نفس النظام برضو اللي هي بتبدا من عصر ما قبل الاسرات الى العصر اليوناني الروماني في تسلسل رائع. توت عنخ امون برضو له قصه مش مرصوص كده، القطع جنب بعضها بعض، يعني في سيناريو لكل المعروضات ولكل القطع الاثريه طبقا للحقب الزمنيه اللي هي موجوده اللي هي الحضاره المصريه غنيه بها جدا جدا. بالاضافه للمتحف مراكب الملك خوفو اللي هيكون طفره ونقله برضه في المتحف المصري الكبير. يعني الزائر بيعيش حاله جميله جدا وقصص يعني متفرده على بالشكل وبطريقه العرض الجميله اللي هتكون موجوده ان شاء الله، عشان يضاف اذا مصدر فخر جديد لينا في مصر بالمتحف ان شاء الله مع افتتاح المتحف الجديد او المتحف المصري الكبير الجديد باذن الله. دكتور عيسى زيدان، بنشكر حضرتك على وجودك معنا، مدير عام الترميم ونقل الاثار بالمتحف المصري الكبير، شكرا جزيلا لك.